واش لافام معكم ياسين صاوب فيديو جديد اليوم. في هذا الفيديو هذا الاخوان ما قريتو معايا في العنوان قلت لكم شريت طوموبيله قلت لكم شريت موطور. اش من موطور في نظركم غادي نكون شنو شريت؟ اشنو هذا الموطور اللي غنكون شريت؟ دابا انتوما قولوا لي ام تي 07 اس اش تي ماكس طوموطور ولا شي سي 50؟ اش من نظركم غنكون شريت؟ يلا دابا بما كتبتو في الكومونتيرات غادي نقول لكم شنو شريت الاخوان. المهم الدراجه الناريه اللي شريتها اليوم بحكم ليسانس دابي لكم شوي بشوي حكم ليسانس غالي طلع في الثمن والمازوت غلا في الثمن. هادشي هذا خاصك شي وسيله نقل خفن زبن تحرك بها دغيا دغيا ما تكونش كتكونسومي ليسانس. شنو هي الطوموبيل؟ شنو هي هاد باقي عندي في الكلمه ديال الطوموبيل الاخوان؟ شنو هو هاد الموطور اللي غنكون شريت؟ هو هذا كما كتعرفوا معايا في 2021 2022 كان ضاب معايا شي عام تقريبا اجي قريب عندي ضاب عندي شي عام وما قالش ما قال لا احلى اي لا والو موطور نحله. خديت هذا واحد ثاني موديل 2024 كوب موطور راه داير بحال طرونطروات تقريبا هما الماركات كيختلفوا على بعضياتهم وصافي. موطور تبارك الله اللهم بارك بلا ما ندوي عليه اقتصادي ديال بصح والطريق راه كيشد الطريق فهمتيني بلا ما ندوي على الطريق راكم فاهمين الاخوان صافي. اجي اجيبو بهم الموطور. خديت هاد الكاسكات هادو هما الاخوان واحد ليك واحد اللي عزيز عليك الاخوان. مهم صافي الاخوان ها هو الموطور اجي نوريك اجي قريب عندي نوريك الموطور نعرفكم شويه على الموطور باش اللي بغى ياخذ ولا شي حاجه ياخذ. المهم هذا الموطور هذا الكوسان هذا راه كيطلع بحال هكا صحاب لي فريزو اللي كيبغي يمشي كيتكا على هذا اللعيب ولا غادي بوحدو كيتكا. الموطور حتى هو راه خفيف فهمتوني ماشي شي موطور اللي طويل وثقيل. المهم صافي انا ما كنفضل الصانيه. المهم كل واحد واش كيعجبو انا ما كنفضل الصانيه كتجيني في شي شويه في شي شكل تحط اللعيبه ديال لي فيزون ديالك كتكا على الموطور هكا ولا شي لعيبه تقاديه ولا شي حاجه كتحزمها وكديرها هنا صافي. كوسانات هذا ريزيفوار ديال ليسونس صافي. هنايا قلب عندي هنايا راه كاين الفار واللعيبات هذا الكلاكسون هذا السينيالات هذا باش ديماري في ستار سينيالات على اليمين على اليسار سينيالات بجوج فيه شاك ما اكرابوفيتش لا كنضحك. المهم شاك ما راه عادي ديال ستوندار خويا حنا ما عندناش دوك البلانات ديال عندك موطور صغير وغادي مصدع به حومه كامله ودير شي عندك شي سي 50 ودير بها شي شاك ما دايره مصدعه دب على قدو. بالنسبه للموطور كبار باش نتفاهموا تقول لي موطور كبير فيه صداع وكذا دابا الموطور كبير علاش داروا فيه الصوت ديال البو ديالو كيتسمع باش كيعطيك لاسين باللي جاي بحال مثلا غادي في لوطوروت غادي ب 180 شي طوموبيل باغا دوبل كتسمع موطور باللي جاي ما كدوبلش علاش تتخاف على مول الموطور كيعلمك الموطور الصوت ديالو كيعلمك. اما هاد الموطور صغار ما خاش داك الصداع وداك القرباله كامل وكتلقى غادي ب 30 ومصدع داب كامل على قد صافي. موطور اخوان الله مبارك انا نوري لكم في الطريق كيدير تبارك الله راه زويون كما كتشوف معايا بلاكا باقي ما ركبتهاش ليه يلاه دفعت اليوم. المهم الاخوان الموطور راني خديته جديد. المهم ديما خد موطور جديد باش كتهنى خسر لك ماما في العام تبدل لي شي لعيبه خفيفه ظريفه وصافي مثلا السنسله الطرخات ولا شي حاجه هكا صافي. انفو الموطور كيضرب العام كيقدر يزيد تهلك شويه بغيتي تخلي عندك باش تخسر عليه واحد 1000 درهم بحال هذا النوع هذا راك عارف الموطور ديال الشين وبالزوين ما البياس ديالو كامل رخيص كلشي رخيص كلشي هو هذاك فهمتيني يجي عليك قدام فوق التطوار صافي. مونتيسور غتبغي تمشي تبدلو تقدر تبدلو كامل ب 200 درهم 150 درهم هادشي باش كيعجبني الموطور ديال الشين. هاد الكاسكات هادو راه خديتهم ب 400 درهم وقيلا 400 درهم خديتهم بجوج الموطور طلع لي بشي بلاصيرونس داكشي كامل طلع لي ب 11 درهم ماشي شي حاجه فهمتوني داكشي اقتصادي فهمتي. دابا كدير ليسونس في هذاك دير فيه مثلا بلان دوبي كازا كامله يومين وانت كدوبي كازا. واخوان ما تنساوش الا عجبكم الفيديو ديروا لايك وبارطاجيو وقول لي اش كيعجبكم في هذا الموطور هذا واش كتفضلوا هذا ولا ديك طونطرو ولا ديك الصانيه ولا شوفوا نتوما شنو كتفضلوا وقولوا لي اللي مدوز هذا الموطور هذا يقول لي واش كيعجبكم ولا لا واش ناضي ولا لا. كيف ما كيجيني انا كيجيني موطور ناضي وخفيف زوين انا بعدا كيعجبني. بالنسبه للمواطن الصغار كنفضل هذا على شي ستانت ولا شي حاجه ولا شي جوك ولا اي حاجه فهمتي. المهم اخوان كان هذا هو الفيديو بيس الله يوفقكم قطعت فلا.